دعما لنشاط المجتمع المدني وتطوير الأفكار الشبانية كان محور ندوة صحفية جمع ستيفان إبلي مدير مكتب ميبي للشرق الأوسط مع بعض الجمعيات الجزائرية التي تحصلت على دعم من هذه المنظمة. أحمد بوطاف رصد التالي. البرنامج على مساعدة ونسند المجتمع المدني من خلال المنحة المحلية لبعض المؤسسات غير حكومية، ونحن فرحان جدا لأن اليوم كنا معنا ثلاثة مؤسسات غير حكومية التي تنفذ هذه المشاريع في مجالات المتعددة ومتناوية في إنحاء جميع أنحاء الجزائر. إنجاز بدأ من أكتوبر 2010، وصلنا إلى 4000 طالب وطالبة في 9 ولايات في 18 مدرسة عليا وجامعة. المشروع تاع ميبي الوكالة الشرق أوسطية هو اسمه تمكين الجيل الجديد، وهدف هذا المشروع لخلق الروح المقاولتية بين الشباب والشابات. مشروع تاعنا تاع جمعية النساء في الاقتصاد الأخضر هو مشروع يتعلق بالمقاولة في الاقتصاد الأخضر، إذا هو مشروع تكوين يعني الطلبة المتخرجين من الجامعات الجدد متحصلين على شهادات جامعية، يعني ندمجهم في ميدان العمل.